FM. الشعب التونسي دار راهو فرقة تطور دار نتاع عليه بالاخضر وبتاع ونحتج على المجلس امس حتى ابو عزيزي مسكين ما ذكروش اسمه وهو اللي عمل ثوره وانطلقت صحيح هي من حوض المنجمي ومن دووس ومن جميع المناطق لكن الثوره الحقيقيه انطلقت بحنكار ابو عزيزي الشهيد انا نحسبه كذلك عبد الله وما ذكرتوش حتى بالاسم لان حضر لان من وزير اسف الكل الوزراء انا ما صوتكم راه من تو باش نبدا صحيح انا نعطيكم صوت تعرف تسيبوا الجمعه تسيبوا الجدوى شنو يقولوا لك عندكم بصراحه فهمتوا ثم بنيه بلد مشكل فلسطين المحتله يا خدك يا خدك يا كابتن اسرائيل فلسطين المحتله انت مش اسرائيل انت مش عقرب بيتك تركها فلسطين المحتله والله يا بنتي هاي طبعا تلفوا فكروا احنا ما قال مشيت حق بنيتي هزتي شخصيه ووالدك وخرج من برا الدبل نهار حوار حتى ذاك الايام ما عجبتكيش الحوار ارجعوا للحوار احكي لي العزم تاعك مش الحوار ما ملا انت تحتاج تجي تاخذ صباح وتقول هنا ما يجيش العصر تم احترم مؤسسات الدوله اني واحد من الناس مقتنع ان القائد الاعلى الاعرب قدر مسلح شنو رايك؟ يقول لهم تجيكم دايما ما تقبلوش انا يعني واحد من الناس ندور عليك واي مواطن يجيني عنده ملف تقبلوه انتم والديوان تاعكم فهمتوا مش تقعدوا تشربوا عصير وقهوه ومطفين قال شي بدل هاني وزير هذا مش يسب فيكم راهوني الله يخدموا شعبكم ولا كان رفعتوا على فكره ما كنت عملت شيء في 9 شهور هذول انا كان سلكت سلكت الشعب التونسي الزوالي اقل يكذبوا انه لم يدفع شروين يهمونيش انا الفنادي الناس جاعه يا سي المهدي يا سيد رئيس الحكومه الناس جواعه وقت اللي عملوا ثوره كانت الحرب عظام 300 فرنك تو 800 فرنك انت من هنا رئيس الوزراء تتكلم وتقول خطاب وتمشي تضربوها بلا 100000 الوتي هم يبدو حتى عظام ما فهمش فيهديكم ربي كاد تخدموا الناس وتطاعتوا الزوالي خمسه اهلا وسهلا غير هذا والله انا ما نقاتلوا في الشوكه بالحلقه لي والمره الجايه من الجاي هزوا حدكم الكراسي ما عندي فيها لقيت فيها ما يعجب اصلا الكراسي الناس كل ما يتعب عليها كانت دي كارثه والله العظيم فهمت اما ما دام هي السلطه العليا في البلاد وتعملوا